أكثر من 88 ألف رقم وطني مزور أعلنت عنه النيابة العامة في مؤتمر صحفي لصديق الصورة اليوم. نتساءل عن ما الذي يترتب على هذا الإعلان من قبل النيابة العامة، خصوصا أن الأرقام من حيث النسبة والتناسب مع العملية الانتخابية التي سجل فيها أكثر من 2,800,000 لا تعد كبيرة. وإلى أي درجة تعد هذه الأرقام التي أعلن عنها وهي 3,829 بطاقة انتخابية مزورة، أما إذا كانت تعد ذات أثر بالغ ومؤثر في العملية الانتخابية أم أنه نسبة وتناسب لا يعد أن يكون من الأخطاء التي تشوب أي عملية انتخابية؟ أحييكم مشاهدين الكرام وأرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الخبير القانوني السيد مجدي الشبعاني، وهنا في الاستوديو المحلل السياسي السيد عبد السلام الراجحي، ومعنا عبر سكايب من درنا أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية السيد راقي المسماري. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. وأبدأ معك سيد راقي المسماري، بالنظر إلى حجم التلاعب بمنظومة الأحوال المدنية التي كشف عنها الصور اليوم في مؤتمره الصحفي، إلى أي درجة بدت لك هذه الأرقام صادمة؟ هو يعني في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية طيبة لحضرتك ولضيوفك ولمشاهديك. للأمانة يعني الأمر لا يتعلق يعني بصدمة الأرقام، إنما يتعلق ب يعني جرائم جنائية قد تؤدي إلى خلل في الأمن القومي الليبي. قبل أن نتحدث عن الأمور المادية وما إلى ذلك، هذا خلل قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي لا يحمد عقباء للدولة الليبية، خصوصا وإذا ما نظرنا إلى أن هناك يعني قرابة 88 ألف رقم وطني مشكوك في صحته. تم اكتشاف ذلك عن طريق يعني منظومات المرتبات ومنظومات السجلات الإلكترونية الخاصة بالرقم الوطني، وكذلك تعارض هذه السجلات الإلكترونية مع السجلات الورقية. يعني نائب العام ذاته يتحدث عن رقم كبير مختلف عن السجلات الإلكترونية، يعني موجود إلكترونيا وغير موجود استنديا أو ورقيا. هذا يعني لكن ربما مسألة 88 ألف كما طرحتها قد يبدو في نظر البعض رقم بسيط ولن يمكن أن يساهم في تغيير ديموغرافي كما تتخوف سيد راقي، لأننا نتحدث الآن عن ملايين. لا لا لا، الرقم ليس بسيط الحقيقة، لأن هناك يعني إشارة أخرى في تقرير النائب العام يقول أن عدد السكان يعني أكثر من 8 مليون، وهذا أمر يعني غريب نوعا ما. يعني يقول أن عدد السكان ليبيا 8,319,000. يعني قبل قليل اطلعت على يعني ما كتبه مقالات كتبها متخصصين في الإحصاء يقولون أن زيادة مليون في أقل من 7 سنوات، هذا أمر يعني لا يوحي بأن هناك سجلات نظيفة. وبالتالي ما حدث هو مخالفة صريحة للقوانين الليبية، قوانين الهجرة والجوازات والجنسية المتعلقة بالسجلات الورقية في منظومة الأحوال المدنية والسجلات الإلكترونية. هذه جرائم طبعا لأنها خالفت القوانين التي تنظم هذه العملية، وبالتالي يجب إحالة هذه الجرائم إلى القانون الجنائي لتجريمها أولا، ثم إحالة للمحاكم بتطبيق القانون والعقاب. يعني لدينا في ليبيا منظومة قانونية متكاملة، سواء تنفيذية متمثلة في القضاء الليبي، سواء قانونية متمثلة في نصوص القوانين المعمول بها والصادرة في الدولة الليبية والتي يجب أن يتقيد بها الجميع. المنظومة القانونية جاهزة، ولكن ما أريد قوله أن هذه تحقيقات أولية، تحقيقات جنائية. يفترض يعني ربما يعهدون إلى مكاتب استشارية كبيرة تتولى عملية تطبيق السجلات الإلكترونية والورقية، لأن عملية التزوير واضحة للعيان. هناك أرقام تستغل في أمور تتعلق بالانتخابات وأرقام تستغل في أمور سنأتي إليها. شكل التأثير المتوقع في نظرك ونظر باقي الضيوف من خلال هذه الإحصائيات والنسب التي كشف عنها الصديق السور عذرا، لكن سيد الراجحي في ذات النقطة التي طرحها سيد راقي حول مسألة زيادة المليون في نحو 7 سنوات، تبدو لك بالفعل أنه غير منطقي وكبير. يعني حتى نعطيك مثال من دول الجوار،
مصر في عام 2010 كانت عدد السكان 80 مليون، اليوم نتحدث عن 110 مليون طوال هذه السنوات، هذه الزيادة المتوقعة والتي كشفت على الإحصائيات المصرية. مساء الخير سيد نبيل ليك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. وفي البداية سيد نبيل حتى نحط الإشكالية من وين، يعني عملية التزوير كانت من قبل حتى 2011، يعني كان هناك إشكالية حتى النظام السابق كان يعاني منها عملية التزوير، وأسس لما يسمى بالمشروع الرقم الوطني. وأول من بدأ المشروع كان يقود فيه محمد القدافي ابن معمر القدافي، ولم يستطع تطبيقه بالشكل الكبير لأن كان هناك ما يسمى في ذلك الوقت القطط السمان إن أو الحرس القديم إن يحاربوا مشروع الرقم الوطني. تحول الملف إلى مستشار الأمن القومي وهو المعتصم معمر القدافي، أيضا لم يستطع المعتصم معمر القدافي تحقيق المشروع بشكل المطلوب بأن يكون هناك رقم وطني لكل مواطن ليبي، رقم وطني يندرج فيه كل ملفات وكل ما يخص المواطن، الرقم الوطني يخص المواطن فيما يخص في الصحة، في التعليم، في الحالة الجنائية كلها، يعني لما يضرب الرقم الوطني في منظومة يطلع له صورته بياناته بالكامل، طوله، وزنه، كل بيانات عليه، وين جري، وين تخرج، وين خدية تطعيمة، كل شيء بيانات كامل، هكذا كان المشروع بالكامل. لكن كان هناك معارضة حتى السجل العقاري، السيارات، كل شيء كان في مشروع يسمى بمشروع اسم المشروع الرقم الوطني، وحورب حتى المعتصم معمر القدافي لم يستطع تطبيقه. جيت 2011 حقيقة، وهنا نستذكر الدكتور عبد الرحيم الكيب رحمه الله، أول اهتمام من أول يوم من حكومته بأن ينجح أو يطبق المشروع الرقم الوطني، وكلف نائبة الدكتور الحرمين بهذا، يعني نائب رئيس الوزراء كان مكلف فقط بمشروع الرقم الوطني، والحقيقة نجاح ممتاز اللي الآن نحن واصلين فيه، يعني حتى مع هذا التزوير، لكن يعتبر نجاح أن أعطي أرقام وطنية الليبيين كلهم وأصبحت منظومة متكاملة، حتى رغم أن فيها شوائب لكن الآن الشوائب تخرج في التدقيق بها. فالحقيقة هو كان مشرف عليها الدكتور ناجي بزينة، وأعتقد المشروع يعني حقق كثير من التقدمات، توقف، صار فيه أعطال، ولا أعتقد أحد الأسباب المشاكل اللي حدثت إن هو بعض القرارات اللي اتخذها السيد فايز السراج عندما كان المشروع الرقم الوطني مفصول على مصلحة الأحوال المدنية. السيد فايز السراج دار قرار ألغى المشروع الرقم الوطني ودمج في مصلحة الأحوال المدنية، وهذا كان خطأ ساهم في بعض الإدخالات، إن كان تزوير أو كان أخطاء أو غيرها. كان المفترض أن يكون الجسمين مفصلين حتى يتم تقليل نسبة الخطأ أو التزوير أو غيرها، لكن أحد الأخطاء. لكن حقيقة الآن النتائج، الحقيقة نترحم على الدكتور عبد الرحيم الكيب، لأن لليوم احنا وصلنا له بهذه الأرقام من تزوير، لقدر لو كان لم يوجد الرقم الوطني ولم ينجح السيد عبد الرحيم الكيب عبر نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور الحرمين والأستاذ والدكتور ناجي بزينة رئيس والشباب اللي معه طبعا، غير لأن هذا حافظ اسمائهم ونعرفهم، يعني لأن الفريق كبير جدا، رأوا كان الرقم أسوأ بكثير. ولاحظ أن نقول لك سيد نبيل، لما نتكلم مثلا على السجل الانتخابي، يتكلم على السجل الانتخابي المزورين فيه من 2.8 مليون 1911 مزور، 1200 ميتين، لكن المزورين أو الأرقام الغير صحيحة من 2 مليون 800 ألف رأوا 1911. لما قررناه بالرقم الوطني مثلا أو تسجيل انتخابات في المؤتمر الوطني العام، لأنه كان يدوي، وانت تفكر سيد نبيل، كان تمشي ترفع معك باسبورك أو كتيب العائلة أو بطاقتك الشخصية، وتمشي المركز الانتخابي وتسجل. فكان هني طبعا البطاقات مضروبة، فيها هلبة والجوازات مضروبة، فاكتشفنا أن الآن نائب العام بعد تقريبا 10 سنوات أو 11 سنة أن فيه 15 ألف مزور من 2.7 مليون. لو قارنا الرقمين، شوف، من 15 مليون ل 1911، هو الرقم كله اللي تتكلم عليه تقريبا في حدود 4000 اللي مزورين 1911، البقية متوفين استلمت بطاقاتهم هم متوفين، مرات أحد أبنائهم أخوتهم كذا استلم البطاقة صحيح، لكن في النهاية هذا مواطن ليبي عنده رقم وطني صحيح، لكن هو ميت. لكن يظل إن, 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 إن ما حدث اليوم مع الرقم المخيف والمفزع، لكن هي خطوة إيجابية. أول حاجة اليوم ما قام به السيد النائب العام من هذه التحقيقات هو اكتشفنا المرض، يجب الآن علينا العلاج وإنهاء هذه الأخطاء، وأهمها نتكلم على السيد النائب العام هي الانقسام. نعم، سنكمل في هذه النقاط وغيرها، لكن سيد مجدي، بين الرأيين اليوم حول ما إذا كان هناك طرف أو رأي يقول أنه هذه الأرقام مخيفة ومفزعة، أو حتى الكشف الذي جرى من حيث التزوير وغير ذلك، وبين رأي آخر يقول أنه هذا الأمر منطقي طالما
حال البلد من حيث انقسام مؤسسات، صراع سياسي في مراحل عدة وعسكري أيضا، فأي الرأيين بالنسبة لك أكثر وجاهة؟ مساء الخير أخي نبيل، أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين وأحيي متتبعي هذه القناة. في الواقع أثمن جهود سيادة المستشار النائب العام، جهود كبيرة جدا، هي جهود كاشفة حقيقة لمجموعة من الجرائم الدالة على أن هناك فساد ينخر أواصر أو أجهزة الدولة. الحقيقة المؤتمنة على هذا الأمر اللي هو المتعلق بمسألة الأمن القومي، التغيير الديمغرافي، ليترتب عنا عديد من الجرائم، منها جرائم تزييف الناخبين والتأثير على العملية الانتخابية، جرائم تتعلق باستخراج هويات وجوازات سفر من خلال هذه الأرقام اللي قد يستخدمها مهربي الأسلحة أو الإرهابيين، وقد ثبتت العديد من القضايا في هذا الأمر، يستخدمونها في فتح حسابات وغسل الأموال. وحينما نقوم بتتبع هذه القضايا تقوم جهات التحقيق تجد أن هذه الأرقام مزيفة من الأساس، ويتم استخراج وثائق أصلية من خلال هذه الأرقام. كما تعلم منظومة الجوازات حينما يأتي إليها الرقم الوطني لا تقوم بالتحقق من خلاله، منظومة الرقم الوطني غير مربوطة مع المباحث الجنائية. إذن كيف دخلت هذه الأرقام؟ هناك فساد كبير جدا. كان من المفترض حقيقة على السيد النائب العام أن يبين أي من السجلات المدنية حدث هذا الخلل في أي منطقة. حقيقة هناك دراسة طلعت عليها عن المراكز أو الجوازات التي قامت باستخراج عديد جوازات كبيرة جدا في 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 ربوع ليبيا، حددت من خلالها وعطلت هذه الجوازات التي استخرجت من أرقام وطنية كبيرة. كانت هذا الأمر تقريبا في عام 2017، كان إبان خروج داعش وانحسارها من سرت، وكان عدد كبير لهذه الجوازات من للإرهابيين في تلك المنطقة. إذن الفساد اللي موجود من خلال مقارنة هذه البيانات اللي هي موجودة في السجل المدني وموجودة في مصلحة الجوازات ومول الهجرة وموجودة لدى مصرف ليبيا المركزي وموجودة لدى الهيئة العامة للمعلومات، يعني حينما تمت المقارنة حقيقة خرجت نتائج غريبة عجيبة، يعني أرقام تحذف تبقى في تلك الجهة. من أدخل هذه الأرقام؟ من منح هؤلاء هذه الأرقام؟ من يكون أصحاب هذه الأرقام؟ هل هم بالفعل يريدون التغيير الديمغرافي ويبحثون عن الجنسية الليبية، أم لهم مصالح أخرى، أم أنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، أم أنهم يهدفون إلى أو يعملون وفق الجريمة المنظمة نظرا لغياب الأمن؟ حقيقة الدور الذي يقوم به مكتب النائب العام بإشرافه على مأموري الضبط القضائي، سواء مباحث الأحوال المدنية أو المباحث الجنائية أو مكافحة الفساد أو غيرها من الجهات، جهد كبير وجبار جدا. هو فقط الآن كشف عن المرض، يعني أن احنا غير نقول أن عندنا مرض كبير، فنحن الآن نبحث عن آلية العلاج، بداية بتحريك الدعوة الجنائية، وهذا ما أشار إليه سعادة المستشار أن هناك مرض، والآن يفتح تحقيق حقيقي مع هذه الجهات للبحث عن الجناة ولتحديد هذه الجهات. وهي رسالة كذلك إلى السلطة، إلى الحكومة، إلى الجهات التي تتبعها. حقيقة من المفروض أن هي حتى هي تفتح تحقيق إداري، أين مكاتب التفتيش في منظومة الرقم الوطني، في مصرف ليبيا المركزي، في مباحث الجوازات، في الأحوال المدنية، أين مكاتب المراجعة الداخلية؟ حقيقة هذه الأرقام هي مخيفة، هي ليست بالأرقام السهلة، هذه الأرقام حقيقة رأي ذات تأثير كبير على الأمن القومي بشكل أو بآخر يعني. وبالتالي الدوافع متعلقة بالتغيير الديمغرافي عندما نتحدث عن هذا التغيير الحاصل والتزوير الذي تم، أم ربما يحمل في نظرك دوافع أخرى سواء متعلقة بالجريمة، بالإرهاب، إلى غير ذلك؟ أي منهم يكون في سلم على رأس القائمة؟ دعني أقول أعطيك مثالا. حينما أنشأ السيد فايز السراج وزارة وسماها وزارة الإسكان والتعمير،
ومنح لها من الترتيبات المالية ميزانية كبيرة قرابة تقريبا 83 مليون، وقد نشرت هذه القضية منذ أسابيع قليلة على مكتب النائب العام. تخيل أن هذه الحسابات يعني كلها نهبت من خلال أشخاص زوروا أرقام وطنية واستخرجوا وثائق وهم غير ليبيين، وحينما يعني قاموا بنقل هذه الأموال من حساب الدولة على أنهم شركة عامة إلى حسابات مصرف الأمان ثم سحبت خلال يومين، يعني حتى مكتب النائب العام لم يتمكن من تجميد فقط تقريبا 100,000 دينار ليبي فقط. نعم. يعني هذا مثال بسيط على الأثر السلبي لوجود هذه الأرقام، هي تساهم في إفلات الجناة من العقاب، تساهم حتى نعم. في مسألة غسل الأموال وسرقة الأموال، وكذلك الوضع الأمني حقيقة الآن. نحن دولة يعني معرضة لعمليات إرهابية وخرجنا حقيقة من وضع أمني سيء جدا، فالأمر هو خطير، هو حقيقة. طيب. الأمر يجب أن يعالج الآن بالتحقيق، ويجب أن يعالج بالإجراء الإداري كذلك وبالإجراء القانوني، إجراء تعديلات. يوجد فراغ في تعدد هذه المنظومات. طيب. حقيقة. واضح سيد مجدي. أريد أن أوضح نقطة أبانها الأستاذ عبد السلام الراجحي، وهي مسألة الجهد الذي قام به سيادة رئيس الوزراء رحمه الله عبد الرحيم الكيب حقيقة، وهو ما يسمى بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية، وهي نقطة مهمة جدا. هذا المشروع لم يكن متكامل بشكله الصحيح، وهو هذا المشروع لو اكتمل حقيقة، وكان المؤتمر الوطني في ذاك الوقت صاغ قانون الحكومة الإلكترونية، لكان هناك نافذة للحوكمة الرشيدة، ولما حدثت هذه الانقسام وتعددت كل جهة قامت باستغلال بعض القرارات وإنشاء قاعدة من أجل تقديم خدمة لمواطن، وهنا يحدث الخلل ويصير هناك باب في الفساد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، لدى مصرف ليبيا، منظومة مصرف المركزي وغيرها من الجهات. سيد مجدي، سيد راق المسماري، لو نظرنا إلى حديث النائب العام عندما يتحدث عن النسب والتزوير الذي جرى، لم يعلن عن سنين بعينها التي تم فيها هذا التزوير، ولا حتى الجهات النافذة في الدولة أيضا حتى إن كانت هي مسؤولة عن التزوير، إن كان أيضا الأمر متعلق بالتوقيت الحالي، أم هي عملية تراكمية؟ في نظرك كيف تعزو السبب في عدم إعلان كل ما كان ربما ينتظره المواطن لمعرفة تفاصيل القضية بالكامل والحادثة؟ لا، هو أنا أتصور أن يعني الحجم ضخم حقيقة، يعني قرابة 90,000، 88,000 رقم وطني مشكوك فيه، وبالتالي طالما الحجم ضخم يبقى هو موزع على كل أراضي البلاد، يعني مبدئيا كل مناطق حدث فيها عملية تزوير وعملية يعني استخراج جوازات السفر، استخراج البطاقات الانتخابية، والحصول على المنح المالية والتحويلات الخارجية اللي عن طريق الدولار اللي هو منحوه للمواطنين في 16 و 18 و 18، وبالتالي حجم يقول طبعا، وكل بنسبته يعني ربما لدرجة الموضوع يصل إلى 1.2 من نسبة عدد السكان، وبالتالي تتوزع على كل المناطق، المليون يبدأ عندها تزوير في حدود 12,000 وما إلى ذلك. يعني لا تستطيع في ظل المنظومة الإدارية الحالية في الدولة الليبية أن تحصر الفساد في مكان ما حقيقة. ربما البعض يرى أن يعني فساد في الرأس أو في مثلا في يعني في 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 الوزارات يعني من رقابتها الى هذا صحيح يعني، ولكن الامر ذلك هو اداء الاجهزه الرقابيه، يعني كيف تتدخل النيابه العامه مثلا في النائب العام، اين الاجهزه الرقابيه من ذلك، يعني ديوان المحاسبه، هيئه الرقابه الاداريه، هيئه، يعني انا اعرف ان ديوان المحاسبه في تقاريره يتحدث عن يعني ما هو مختص به، جرائم الماسة بالمال العام يركزون على هذه، وهذا موضوع آخر لم يتناوله صديق السور اليوم، ربما أشار فقط إلى أنه استرجع 200 مليون دولار كانت هربت في عمليات تنفيذ الاعتمادات التي تمت بالمخالفة للقوانين
المصرفية خاصة القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف. ولكن هذا يعني الفساد ينخر في كل يعني في كل الأجسام في الدولة الليبية. يعني هذا تقرير يتعلق فقط بجرائم تزوير وبجرائم قتل كذلك إلى مقابر وما وأشياء أخرى في ذات التقرير. ولا يعني دعك من الجرائم المالية والفساد المالي الذي ينخر في 40 وزارة وهيئات ومؤسسات ومصالح وشركات تابعة ويعني هذا حجم كبير من الفساد في الدولة الليبية يتناوله ديوان المحاسبة في تقاريره، ولكن لا يتم تحريك الدعوى الجنائية. يعني في كثير من الأحوال لا يتم تحريك الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة بناء على تقارير ديوان المحاسبة، وهذا تقصير وتهاون في تطبيق القانون بالدرجة الأولى وفي تحصيل أموال سلبت ونهبت من المال العام المبذول كل الليبيين والدولة الليبية. فهذا يعني أمر يصعب على النائب العام إيمان به بدون وجود أجهزة رقابية تقدم له أجهزة رقابية. هل تبدو لك أن الأجهزة الرقابية سيد راقي تقدم تقاريرها وتتوقف عند ذلك، لكن مسألة متابعة ما تعتبره وتسميه تحريك الدعوة الجنائية أو متابعة هذه الدعوة لا تقوم به، وهذا هنا هذا الإشكال الكبير الذي تراه؟ هو شوف يعني حتى الانقسام هو الأجهزة الرقابية يعني شنو دورها طبقا لقوانينها؟ يعني القانون الخاص بديوان المحاسبة والقانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية تقوم في كل نهاية سنة مالية بتوزيع تقاريرها على يعني حاليا في السلطات الموجودة في الدولة الليبية. هناك السلطة التشريعية البرلمان تأتيه ورئيس الحكومة وكذلك رئيس السلطة الاستشارية اللي هو رئيس مجلس الدولة، هؤلاء تأتيهم التقارير، يفترض هم من يقومون بتحريك الدعوى الجنائية لأنهم رؤساء السلطات الثلاث التي حدث فيها تلك المخالفات. يعني كل رئيس منهم يقوم بإحالة بتحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الناس سواء البرلمان أو الحكومة أو مجلس الدولة. هذا ما يفترض أن يحدث. ولكن في آلية الحساب والعقاب لحظة أخرى، آلية الحساب والعقاب في ليبيا تحترضها قصة الانقسام السياسي الحقيقة. يعني الانقسام السياسي يؤثر تماما على أن هو يزيد من حجم الفساد ويقلل من حجم المحاسبة والعقاب. وبالتالي سيد الراجحي الآن المشكلة التي يمكن الوقوف عندها متعلقة بفعالية المؤسسات اليوم التي يجب أن تقوم بدورها، ولا يمكن الوقوف يعني ممكن أعتبره كثيرا حول مشكلة التزوير الذي جرى. لا، هو التزوير أكبر رقم مخيف صراحة بالنسبة لي هو الجوازات السفر، لأن جوازات السفر في ليبيا بالذات هي مفتاح أنك تفتح حساب بنكي، تسافر، تدير تحويلات مالية. فأخطر شيء والرقم الكبير حقيقة اللي يجب أن احنا نستوقف عنده وأنه هو 17400، يعني في حدود 17500 جواز سفر مزور. هنا الإشكالية الأكبر، لأنها جواز سفر بيفتح لك حساب بنكي، بتسافر به، بتدير علينا يعني باتت سهولة المسألة، يعني تحصل مواطن أجنبي على نحو 3 جوازات سفر. أنا أعطيك يعني هذه من تجربة شخصية، عندما المملكة المغربية فرضت على الليبيين تأشيرة، توصلت مع صحفي مقرب من الحكومة، قلت له كيف يعني أنتوا الآن تفرضوا علينا تأشيرة وكذا؟ فقال لي صراحة السبب أنتوا، قال لي إحنا جاءنا تاجر مخدرات مغربي مطلوب للسلطات المغربية خش للمطار في المغرب بجواز سفر ليبي مزور. قلت الأخضر، قال لي لا الأزرق جديد. فنحكي لك إن الجوازات السفر هذه استخدموها تجار المخدرات ومهربي الهجرة ومغسل الأموال والإرهابيين وحتى المزورين داخل ليبيا، يعني اللي استفادوا من أرباب الأسر. يعني من ضمن أنك تحصل على منحة أرباب الأسر هو جواز سفر ورقم الوطن، تقدر تطبع ديرة فوتوشوب، لكن جواز سفر صعب أنك تزوره، يعني ديرة فوتوشوب لابد الدولار من المصارف أيضا بالمصارف التحويل هي البطاقات الدولار للأغراض الشخصية وغيرها. هذا كله كان الباب المفتاح أنك تحصل على هذه الأموال. ولاحظ الرقم الأكبر في النهب في التزوير هو لاستخدام هذا التزوير لنهب المال وغسيل الأموال والحصول على ميزات وأموال من يعني لما تقارن الرقم مثلا التزوير في سجل الانتخابات 1911 في سجل من أصل 2.8 مليون 1911 تجي مثلا للسجل من 4.5 مليون تلقى جواز سفر تلقى 17500 تلقى الرقم عالي جدا. تجي لأرباب الأسر
اللي هي الدولار تلقاها عالية جدا. ليش؟ إن في أموال التزوير معظمة، إذا ما نقولش كلها، معظمة هو تزوير من أجل الكسب المال، من أجل نهب المال، من أجل غسيل الأموال، من أجل الهجرة اللي هو الغسيل الأموال، وهو أهم حاجة فيما يخص قيادات العصابات وزي تاجر المخدرات المغربي هذا حكيت لك عليه وغيره. فأنا أعتقد هو أنا ماشي خوف المواطن الليبي. الآن إحنا النائب العام اكتشفنا المرض، الآن يجب أن يكون هناك إجراءات سريعة. الخطوات اللي قام بها النائب العام مشكور، أول شيء أن 17500 باسبور هذا جواز سفر الآن سيتم إبطالهم وسيتم تبليغ عليهم في جميع المطارات، يعني هذا اللي مجوز جوازه سيعمم في جميع المصارف في الداخل والخارج في جميع المطارات إنه مزور. هني هذه خطوة جيدة. لكن شوف أستاذ نبيل، الأخطر الآن اللي قال عليه السيد النائب العام هو مهم جدا. قال راهو اللي توه هذه اللي اكتشفوها الأرقام فيما يخص المطابقة الرقمية بين منظومة الأحوال المدنية والرقم الوطني وهيئة العام المعلومات والسجل وأرباب الأسر ومصرف ليبيا المركزي، منظومة الأرباب الأسر وعلاوة الأبناء بتاع الشؤون الاجتماعية ومنظومة الجوازات السفر. هذا مازال الإلكتروني. مازال فيه حاجة تانية مهمة اللي هي المطابقة الرقمية. كيف المطابقة الورقية؟ ما بالأوراق يجي عبد السلام الراجحي يجيبوا قرمته والدي رحمة الله عليه، بيجوا عمته مسجل والدة سنة كم، سجل المدني كذا، زي الناس سجل مدني بوسليم، والدي سجل مدني بوسليم من 54، بيجوا بيفتحوا سجل ملفي بيجوا بيقارنوه بملف والدي، أنا أوكي ليبي وعندي رقم وصاري أرقام وطنية صحيحة. هنا لما يصير المطابقة وهذه تأخذ وقت، تأخذ تقريبا تبي أقل شيء 6 شهور أو 4 شهور، هني يبان الرقم الحقيقي للمزورين. نعم. لأنه بيصير تطابق بين الإلكتروني والورقي. هذه الألية سيد مجدي تراها تعتقد أنه هي الطريقة المثلى ولم تعد أمام الجهات ربما نسميها حتى الرقابية والجهات المختصة؟ هذا ما بيدها الآن عملية المطابقة بين ما هو موجود في الورق وبين ما هو موجود في المنظومة، أم ربما هناك خيارات أخرى تكون سريعة وذات نتائج مرضية حتى تقطع الشك باليقين؟ نقول الحل المثالي والحقيقي حقيقة في مثل هذه الجرائم هي العودة لشجرة العائلة أو القرمة أو الملف اللي موجود في السجل المدني. يعني هذا هو الأساس. هذا لا يمكن حقيقة تزويره ولا يمكن إنشاء أصلا من الصفر، لأنه هو مبني على قرارات لسنوات وسجلات ذات نوع معين وذات أرقام وذات أرشفة لا يعلمها إلا المختصين حقيقة اللي يشتغلوا في مباحث الأحوال المدنية والوكلاء النيابة ومن تمترسوا لسنوات على هذه القوانين والتشريعات. هناك قضايا يحقق فيها مكتب النائب العام لوزراء ورؤساء حتى هيئات سيادية الآن هم غير ليبيين، حينما تم الشك في أوراقهم وأرقام وطنية وجوازات سفر وإجراءات يعني كانت ممتازة جدا من الناحية الرقمية تقارنها وانت تجدها تمام، لكن حينما رجعوا إلى القرمة يعني بتاع العائلة والسجل لم يجدوا له أصل، يعني وجدوا حتى أنه متجنس وغير غير غير متجنس. يتم وقف هذا القيد، قيودات كثيرة لقضايا اكتشفت عرضا، يعني نحكي لك على قضايا اكتشفت على سبيل العرض في وزراء ومسؤولين في حكومات سابقة وحتى حالية، وسيتم الإعلان عنهم قريبا من خلال هذه المطابقة الورقية. المطابقة الورقية عمل شاق لقضايا نوعية معينة، هو ناجح حقيقة في قضايا ذات أهمية، ولكن لما تبي الطابق يعني راهو أنت قلت 1,400,000 كتيب عائلة أو قرمة، ففيها صعوبة تبي فريق حقيقة، مش حيكون الفريق اللي في طرابلس كفاءة أو تدريبة زي الفريق اللي موجود في الكفرة مثلا أو ظروف الأمنية مهيئة، حتكون فيه صعوبات. فأنا أعتقد أن هذا العمل هو من الأساس كان من المفروض أن تقوم به الحكومة من الأساس حال وضعها لهذه المنظومات ولإنشاء الرقم الوطني وللمنظومة أو الرقم الوطني المنظومة الموجودة في مصرف ليبيا المركزي. كان من المفروض من الأساس أن يكون الأساس صحيحا. دعنا نعترف أننا نعاني خلل في التشريعات، هناك فراغ كبير حقيقة، نحن لا نعلم كيف حدث هذا الاختراق. اليوم جمدنا 17,000 جواز سفر،
الشخص اللي الفاسد اللي موجود في ربما هو هكر له مفاتيح هذه المنظومة يستطيع أن يوجد 17 ألف رقم وطني و17 ألف جواز، يعني ما هيش مشكلة جديدة احنا ما عالجناش، احنا قاعدين نكتشفه في الحالات اللي جينا مريضة يعني ونقولوا لها تبري انت الآن بنعالجوك، لكن مكمن الداء إلى الآن لم نكتشف. هل هي عملية يقوم بها ناس متخصصين هكر يعني يخشوا على المنظومة ويعبثوا بها، أم هي مسألة من 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 من, من الأساس من السجل المدني، السجلات المدنية اللي هي متفرقة على مستوى ليبيا أو على من مناطق حدودية أو بعض الفاسدين في تلك الجهات؟ يعني نبغى نعرف الأسباب علاش تزور، هل هناك يعني بالفعل ناس يستفيدوا منها في عمليات غسل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية أو شراء الأسلحة أو غيرها؟ راهو الأمر غير طبيعي. إذا فنحن نحتاج حقيقة أن نكتشف مكمن الخلل أو الآلية، وهذا ما تكتشف عنا أو تسفر عنا التحقيقات. يعني ضروري أن نطابق عينات ورقية باش نعرف مكمن الخلل وين حقيقة، وهذا الأمر يحتاج إلى مختصين في الأمن السبراني ووكلاء نيابة على مستوى عالي، وإلى تضافر الجهود ما بين سلطات إنفاذ القانون، مباحث جنائية، مباحث الأحوال المدنية، وحتى إعطائهم بعض الدورات الخاصة. هذا الأمر يجب أن يعالج على مستوى دولة، السلطة التشريعية أن تسد الثغرات. هناك رأي قوانين فيها ثغرات كبيرة هي من سمحت بوجود هذا الخلل، هناك لوائح ونظم وقرارات هي وهذا من ممكن تسببت يا سيد مجدي؟ في هذه الإجراءات هنا. نعم نعم هذا ممكن، في يعني حتى حالة الانقسام لما الآن. نربط يعني منظومة الجوازات الآن، يعني لما نربط منظومة الجوازات مثلا بمنظومة المباحث الجنائية، يعني في هذه الحالة مستحيل مجرم أو شخص عنده سوابق أو كذا أو محصل عقوبة فاقد حقه المدني نستخرج له جواز بالمنظومة الجديدة مش مربوطة. يعني نحكي لك عدم الترابط ما بين مؤسسات الدولة أو التعاون حقيقة ما بين مؤسسات الدولة، كل حد عنده منظومته ويحافظ عليها ومدى به ما تخش لاش بيانات أخرى. يعني تخيل أنت الهيئة العامة للمعلومات اللي هي مفروض الأرشيف الصحيح السليم اللي فيها بيت الخبرة جماعة الأمن السبراني والتقني، يعني منظومتهم تختلف عن منظومة الرقم الوطني وعن منظومة الأحوال المدنية. يعني نعم. السيد النائب العام أشار في تقريره قال استغربنا أن الأحوال المدنية حذفت أرقام وسجلات غريبة انحذفت بروحها، يعني هذه شن كان يديروا بها وعلاش وجدت أصلا من الأساس؟ من الذي يعالج هذه الأرقام الوطنية أو هذه السجلات أو أوراق العائلة؟ إذا هذا التقرير هو تقرير خطير يدل على أن هناك حقيقة هو كبيرة جدا، هو تشريعية. نعم. يجب على السلطة التشريعية واللجان البرلمانية رأوا لها مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع. هناك هو من ناحية الحكومة لأن هي اللي تشرف على كل هذه الجهات، مصرف ليبيا المركزي، وكذلك هو من ناحية سلطة إنفاذ القانون. طيب. والآن الحقيقة جهود كبيرة للسيد النائب العام لكشف هذا الخلل. يعني سيد راقي المسماري، مسألة الأرقام الإدارية هذا الإشكال الكبير، وتحول من يحمل ربما رقم إداري أن يأخذ رقم وطني بحيث يحق له ربما حتى التسجيل في سجل الناخبين، حالة التحول هذه يمكن اعتبارها اليوم قانونيا، اليوم اعتبارها حالة تزوير، أم يمكن نظر إليها إجراء ربما وخطأ في تطبيق الإجراءات ويمكن اعتباره حتى تجاوز إداري؟ تفضل. نعم، هو يعني الخلل ليس تشريع، خلل هو في تطبيق خصوص تلك التشريعات. يعني الخلل ليس في القوانين، لا في قانون الجنسية ولا في قانون السجل المدني ولا في الإجراءات الإدارية، الخلل في تطبيق نصوص التشريعات. التشريعات سليمة ولكن التطبيق غير سليم. لماذا؟ لأن الموظف إما أن أخطأ عن غير قصد وإما أن أخطأ عن قصد. ليس أمامنا إلا أن هناك خطأ، إما خطأ مقصود عمدي وإما خطأ غير مقصود غير عمدي ولكنه أدى إلى نتيجة مختلفة. النتيجة المختلفة عندما يكون مقصود عمدا نكون أمام عملية تزوير، لأن التزوير جريمة جنائية يجب أن تكتمل أركانها لكي تكون جريمة تعاقب عليها، وبالتالي قصد الجنائي قد يكون متوفر في بعض الحالات وقد يكون
غير متوفر قد يكون عن طريق يعني مثل ما ذكر ضيوفك ضعف المنظومة أو ضعف الإدخالات أو هناك هاكر أو ما إلى ذلك يستخدم المنظومة. هذا أمر يجب يعني البت فيه وتحريك الدعوة الجنائية فيه بشكل سريع حفظا لهوية الشعب الليبي وحفظا للديموغرافيا الليبية. سأسرد لك يعني بشكل سريع كيف بنيت المنظومة الورقية وكيف بنيت المنظومة الإلكترونية. عندما كلفت الأمم المتحدة الهولندي إدريان بليت مبعوثا في ليبيا في الخمسينات، إدريان بليت ومعه موظفي عدوا الليبيين وأصبحوا الليبيين اللي وجدوهم على الأراضي الليبية على الحدود داخل ليبيا اسمهم المقيدين أو المكتوتبين بسجلات 54 وأغلق السجل هنا. الإشكال كيف حدث في التشريعات؟ حدث أن كانوا في الليبيين هاجروا من الخارج وأرادوا العودة في بعد حتى مرت على البلاد سنوات وحط وسنوات حروب، يعني الحرب العالمية الثانية منها دار على الأراضي اضطر كثير من الليبيين الهجرة إلى وشمال شرقا وجنوبا وغربا، يعني سواء من مصر والنيجر والسودان. هنا أصبحت العودة هي حدثت عن طريق قرارات إدارية كانت تصدرها ما يسمى اللجنة الشرعية العامة، يعني منحت الجنسية العربية، فترة الجنسية الأفريقية، وأخرى تصحح وبعد الإشكال ليس هو يعني تزوير في الأرقام الوطنية فتح هو اللي دفع إلى إخراج مخالفات في المنظومة. الورقي هو ما يجب أن يتم عليه، ولكن الورقي سيفقد أناس على أوضاع قانونية سيفقدهم حصولهم على تلك الأوضاع، وهم انصهروا وأصبحوا مواطنين بكامل المواطنة لأن لديهم السفر وصدروها بالقرارات وليست بالقوانين. أنا مشكلة هذا الموضوع في كثير من يعني الاجتماعيات من السياسيات كثير من التخوفات على لأن الموضوع يمس. أتمنى أن يصلح الزملاء الخلل معك سيد راقي المسماري حتى نسمعك في الجولة القادمة بشكل واضح، وهذا الخلل من المصدر إلى حين أن يصلح الزملاء. أعود لك سيد الراشي حول أن هذا يجب الوقوف عند مسألة الأرقام الإدارية اليوم. النشطاء اللي ربما عانوا من مسألة الأرقام الإدارية من بعض كثير من مناطق الجنوب يتحدثون أن الدولة توقفت عند منح من الأرقام الإدارية ولم تتجاوز هذه النقطة لحل الإشكال بالكامل. الإشكال ترى أين؟ أنه مسألة متعلقة بالقوانين والتشريعات أم هناك أمور أخرى جعلت الدولة تتعاطى مع هذا الموضوع ببطء؟ هو الحقيقة يعني هو أحد تركة النظام السابق، هؤلاء يعني تلقاه ما يحملش رقم وطني ولا جنسية ليبية وتلقاها عند رتبة عسكرية، يعني كثير من نعرف أكثر من شخص عند رتبة عسكرية لحتى الآن ما يحملش رقم وطني، يحمل رقم إداري. فقضية الرقم الإداري رو مش قديمة، جديدة رو فترة عبد الله التني أصدرها لحل مختنق لبعض هؤلاء المجموعة اللي هم عايشين في ليبيا، أبناء عمومتهم وأخوتهم ليبيين وهم ما عندهمش جنسية بسبب الهجرات وغيرها. فكان حل يعني حل مسكن إنه يعطوا أرقام إدارية يصرف لهم، يسمح لأبنائهم بالدراسة في المدارس في الجامعات، يأخذوا رواتبهم وغيرها، لكن توقف في منحهم جوازات السفر. هؤلاء معظم اللي يمتلكوا الرقم الإداري فترة النظام السابق عنده باسبور أخضر، جواز السفر الأخضر عنده موجود، لكن عندما تحول جواز السفر أن يجب أن يصدر بالرقم الوطني هؤلاء منعوا أو حرموا من استخدام الحصول على جوازات السفر. فهؤلاء يعني أنا نقول لك مشكلة شائكة جدا، هناك يعني نقول لك حتى جزء منها يعني مشكل اجتماعي. كثير من مناطق في الجنوب وحتى في الشرق اللي شفنا يعني كثير من يخرجوا ان قضيه احنا اصلنا ليبي ونبو جنسيه ليبيه، هذا مخيف لجميع لعدد كبير من الليبيين. اعتقد انه يجب التريث في هذا الموضوع، يعني وضع حلول لهؤلاء مش معناه ان خلوهم التريث لمتى، لانهم هم يقولون من سنوات لم تعالج هذه الاشكاليه، يعني وبالتالي حتى ربما يعني انا نقول لك احنا الوضع الحالي في ليبيا يعني 17500 جواز مزور، كارثة، رقم كبير. يعني الجواز سفر بيش طلع في ليبيا من الصعب جدا بالسهولة هذه طلعوا 17500 جواز سفر،
هذا مشكل، في انقسام في الدولة الليبية، في صراع في الدولة الليبية، في بعض المناطق غير مسيطر عليها بالكامل. أنا أعتقد يجب تريت، وأنا أقول لك حتى مشروع الرقم، مشروع الدستور، مشروع الدستور في بيخص الترتيبات اللي أصدرت الهيئة المنتخبة من مشروع الدستور في الترتيبات الانتقالية، أنه جمد منح الجنسية بعد إقرار مشروع الدستور لمدة 10 سنوات حتى الوضع البلاد يكون مستقر وواقعي وندخل في هذا. أما أنا أقول لك هم يعانوا حقيقة، خصوصا في غاز في الخارج، يعني هم يعاملوا في التعليم والعمل رواتبهم تنزل في وقتها، لكن عندهم الإشكالية الأكبر هي جوازات السفر. قد يكون لهم حل، لكن أنا أعتقد قصدي منح الجنسية في هذا الوقع، أنا عارف كثير منهم أصدقائي حيزعلوا مني الكلام هو، لكن للأسف خلينا نكون واقعيين وبرغماتيين، الباب هذا لو نفتح ما عادش يتسكر. أنا يعني حتى يحكي لك استدراكي، أنا نشوف في الآلاف يخرجوا في برقة من أصول من مصريين يقول لك إحنا أصولنا ليبية وأعطونا جنسية، لو تفتح الباب لأرقام إدارية ما عادش يتسكر، وهم أعدادهم إذا كان في الجنوب بالآلاف ففي الشرق بالمئات الآلاف. يعني شفت لهم مرة مهرجان خطابي على مد البصر، عددهم كبيرة جدا. لكن حتى تجاهل الإشكال الحاصل اليوم، احنا في مشكلة يعني والتغاضي عنه، احنا في مشكلة كبيرة، هذا غير أمر غير جيد بالنسبة مش يعني. أنا عندنا حتى إشكالية ثانية سيد دبيل، يعني قصة واقعية مش على سبيل المدينة، خلي ما يزعلوش مني، مباحث مصلحة الأحوال اكتشفت مجموعة تزور في كتيب العائلة في مدينة ما وحولتهم للنيابة، قبيلتهم وابناء عمومتهم طالعين مظاهرة يقولوا طلعوا المزورين، هادو صغارنا كيف تحبسوهم، وهم مزورين ومعترفين انهم دارين تزوير لكتيبات عائلة، الجلدة هذا الجلدة الخضراء هذه راهو في 2012 و2013 مش يعني مش ما لها سنوات قليلة. فأنا يجب ان نكون هناك حقيقة هنا، يعني نقول في مؤشرات جيدة. الآن حكومة الوحدة الوطنية كلفت المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء التحول الرقمي بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات وهيئة الاتصالات، وكلف فريق من الخبراء والمختصين اللي أشرفوا على إنتاج الرقم الوطني لإنتاج الهوية الرقمية الليبية. نعم. هذه الهوية الرقمية حدير منظومة موحدة وحدير عملية هذا المشروع اللي كلف به المجلس من قبل رئيس الحكومة، وأيضا التحول الرقمي كيف ما قال الأستاذ مجدي، عملية التحول الرقمي هذا ينقص تشريعات مجلس النواب، يجب أن يكون هناك التشريعات. نعم. للتحول الرقمي، لأن العالم كله وصل أن بعد ما يتم هذه المطابقة، أدي أقول لك أول خطوة يجب أن يكون هناك مطابقة بين الجرمة والإلكتروني، هذا رقم واحد، واللي عنده مشاكل يحول ويفتح تحقيق ويحول للقضاء. الرقم الشيء الثاني يكون هناك هوية رقمية ليبية وتحول رقمي كامل حتى ما نرجعوش الأخطاء من جديد، كيف ما قالت المنظومة مربوطة من المباحث الجنائية، الجوازات، المصرف الليبي المركزي، الأحوال المدنية، الشؤون الاجتماعية، التعليم، الصحة، البيئة، الكل. نعم. الكهرباء، الكل يكون في منظومة موحدة زي العالم الآخر، وهذا مش يعني في مصر يسموه في الرقم القومي. نعم. نفس المشروع مش صعب مش مستحيل، لكن ما فيش إرادة، لابد يكون في إرادة سياسية. الآن بدت الآن المشروع بدأ في المجلس الوطني الاقتصادي، يجب أن يدعم أيضا بدعم بتشريعات. والأمر الآخر سيد نبيل وأنا لابد ندكن عليه، يجب عدم التعاطف مع الفاسدين. ما فيش واحد جي لقبيلة ولا شيخ قبيلة يسمي فرح شيخ قبيلة يقول لك هذا ولدنا وهذا مظلوم ويناري عليه وهذا مستهدف عليه مؤامرة، اللي نائب العام يتهمه ما فيش ولا واحد يجي دافع عليه، يدافع عليه إلا محامي في المحكمة. سيد مجدي، نأتي الآن الحديث قبل أن نختم حول مسألة التأثير السياسي والسياق السياسي الذي جاء فيه هذا المؤتمر الصحفي، تحديدا ما هو متعلق بسجل الناخبين. اليوم تعتقد أن هذه النسب التي كشف عنها الصديق الصوفي في مؤتمره الصحفي سيد مجدي هي ذات أثر بالغ على أي عملية انتخابية قادمة ومنتظرة إن حدد موعدها؟ لا أعتقد حقيقة، لأن الناخبين اللي مسجلين يعني بالإمكان أنك أنت تدير لهم مقارنة أو تقارنهم أقل شيء بالأرقام اللي موجودة الآن، إن كانت من ضمن الأرقام اللي ثبت أن هي مخالفة أو مغلوطة أو أن هي أرقام غير صحيحة يتم استبعادها من الآن. يعني مثلا نقولوا للناخبين اللي تقدموا للانتخابات الرئاسية مثلا المسجلين، قوائم التزكيات وغيرها، حتى المرشحين أنفسهم يعني
بالإمكان أن تتم حتى المراجعة من خلال المنظومة، وربما إن كان في هناك بعض العينات تحتاج إلى مراجعة ورقية بهذا الأمر غير صعب. يعني ما أعتقدش أن هذا الأمر هو القوة القاهرة اللي منعت إقامة الانتخابات أو التغير الحقيقة المهم وإنهاء المراحل الانتقالية. رأي المراحل الانتقالية رأي هي سبب في هذا الفساد، لأن هي تسبب في ضعف الدولة، الوزارات وكل حد يريد أن يكسب لنفسه ولقبيلته. وصلت الأمر معش للوكلاء والمحاصصة، أصبحت حتى للإدارات وللشركات وغيرها، فأصبح الفساد الآن على مصراعيه حقيقة يضرب أطناب الدولة. فاحنا محتاجين ان احنا ننهوا هالمرحله الانتقاليه بشكل كبير، وكيف ننهاها ما عادش نقدروا نتحججوا بمساله الارقام الوطنيه المزيفه، مساله راهي قابله للمراجعه. الان اقل شيء نستطيع الاعتماد على المراجعه المبدئيه اللي كشفها السيد النائب العام، يعني قوائم الناخبين والاشخاص اللي ترشحوا. ما هيش مسألة صعبة، يعني 5000 ناخب ترشح للانتخابات البرلمانية، والله 198 شخص ترشح للانتخابات الرئاسية. فأعتقد أن المسألة ما هيش بتلك الصعوبة، أو أن الأمر يصبح نعم. يصبح مستحيل. يعني الانتخابات يعني ماشية في عامها الثاني الآن، وهي موقوفة رغم صدور القانون رقم 1 لسنة 2021، ولا زال سارية انتخابات رئاسية، وصدور القانون رقم 2 لسنة 2021 ولا زال ساريا. لماذا لا ينفذ هذان القانونان من قبل المفوضية حقيقة؟ كل الحجج واهية في نظري. واضح تماما سيد نجدي. هذه الأرقام لا تؤثر بشكل كبير، وبالإمكان حقيقة الاعتماد على هذه الإحصائيات المبدئية، يعني بالإمكان نعم. الاستمرار في الحراك السياسي والانتخابات وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية وخلق سلطة تشريعية تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، تعالج هذه الإشكاليات، تغير القوانين وتقوي العقوبات حتى لا. واضح تماما سيد مجدي. يعني يتبقى مع الكثير أمام أعذرني على المقاطعة حتى أشرك يعني ضيفينا سيد راقي المسماري. بالفعل أن اليوم هذه النسب التزوير التي كشفها في سجل الناخبين السيد الصديق الصور تعتبر كافية يمكن البناء عليها للذهاب في أي عملية انتخابية قادمة، ونتحدث ربما عن سجل ناخبين دقيق ولا يحمل أي شبهات تزوير وأرقام يطلقها عديد من النواب في كل مرة؟ هو يعني أعتقد أن يعني تزوير البطاقة الانتخابية هو تمهيد لارتكاب جريمة أخرى. تزوير البطاقة في حد ذاته جريمة، ثم ارتكاب جريمة أخرى. ما هي؟ تحضر البطاقات المزورة ولا يحضر أصحابها لأنهم غير منصفين على الواقع، وبالتالي تستخرج استمارة انتخابية تعبى عن طريق هذه البطاقة من شخص آخر يحمل هذه البطاقة يتحكم فيها ويسجل هو من يريد انتخابه، ولكن هذه جريمة مرتبة. يعني بداية تزوير ثم مخالفة انتخابية بقبول صوت انتخابي عن طريق بطاقة نعم. في حالة عدم حضور حامل هذه البطاقة، وبالتالي هذا وارد جدا أن يحدث في ظل المنظومة التي نراها الآن وحجم التلاعب الذي نراه الآن وحجم الفساد الذي نراه الآن. هذا وارد جدا أن يحدث، وبالتالي كل الناخبين يعني كل المرشحين لديهم مراقبين ولديهم وكلاء سيقومون بالعدل. إذا كان ساعت أصوات أكثر من الأصوات المفارقة للعدل فسيقومون بالطعن، وبالتالي تكون أمام إشكالية في الطعن في نتائج الانتخابات، وبالتالي عدم القبول بالنتائج عندما تعلن. الأمر الذي أريد التنويه عليه بشكل عاجل سريع أن الخمسة آلاف اللي تحدث عليهم الأستاذ اللي قال عليهم السائح 700 منهم كانوا ضدهم أحكام، راهو الأحكام ما وجدتش منظومة، راهو الأحكام شابوها ناس طعنين. شكرا يعني شكرا جزيلا لك سيد راقي. حتى الصوت الذي يصلنا بشكل متقطع دفعنا إلى عدم حتى ربما الاستماع إليك لوقت أطول، أعتذر منك، ولكن هذا الخلل يبدو أنه من المصدر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ القانون الخاص سيد راقي المسماري، كنت معنا عبر سكايب
من درنا. كما أشكر ضيفي عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الخبير القانوني السيد مجدي الشبعاني، أشكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو السيد عبد السلام الراجحي المحلل السياسي. نشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بالخير.